السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفات لذيذه. هنعمل كيكه بحشوه كاسترد الشوكولاته. دي علشان نعملها عايزين حاجتين، عايزين نعمل الكاسترد بالشوكولاته وعايزين نعمل الكيكه. الكيكه عشان نعملها عايزين 200 جرام زبده، وعايزين كوبايتين دقيق، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، كوباية ونص سكر، 200 جرام جبنة كريمي، 4 بيض وفانيلا. علشان نعمل الكريم باتيسير أو الكاسترد عايزين كوبايتين لبن، 4 صفار بيض، معلقتين كبار كاكاو، تلت كوباية سكر، ربع كوباية نشا، ونص كوباية مكسرات. انا اخترت البندق، انتوا ممكن تحطوا اي حاجه تانية. اول حاجه هنعملها خلينا نعمل الكاسترد عشان خاطر يكون برد على ما نيجي نستعمله. وهبص بصه على الزبده ايه اخبارها. اوكي، بس انا حطاها الفرن مطفي، بس انا حطاها في الفرن لان الجو هنا ساقع، فحطاها في الفرن مطفي فيه بس تكه حراره صغيره علشان شويه تبقى بحراره تدوب شويه، تفضل طريه، يعني تبقى طريه مش دايبه. لو دايبه ما مش حلو نستعملها، فهخليها بس تطرى شويه عشان اقدر استعملها. طيب، علشان نعمل الكاسترد زي ما قلنا مقاديره ربع كوبايه نشا، تلت كوبايه سكر، معلقتين كاكاو، 4 صفار بيض وفانيليا. ادي المكونات. هضيف له بقى انا كمان بندق، فهيبقى طعمه لطيف جدا. طيب، اول حاجه هنعملها هنحط كل المكونات اللي عندنا على البارد، يعني مش عايزين نحط حاجه ولا حاجه ولا، يعني كله مع بعضه بس على البارد. فهحط الاول شويه لبن صغيرين وهدوب فيهم النشا، وكمان الكاكاو هخليه للاخر خالص. عارفين ليه؟ الكاكاو لما بيجي نحطه كده في الاول خالص على البارد بيكلكع شويه وما بيرضاش يدوب، وبتحسوه دايب على الوش كده، عايم على الوش. عارفين ليه؟ لان الكاكاو حتى بودرة الكاكاو بيبقى فيها نسبة دهون، الدهون دي عايزة مية سخنة علشان تدوب فيها، ما بتدوبش في السائع. يعني شوفوا دلوقتي، لو حطينا دلوقتي هوريكم، هنحط دلوقتي، خليني اوريكم الاول. شوفوا لو حطيت الكاكاو دلوقتي، شوفوا ايه اللي بيحصل. شايفين بيفضل عايم زي ما انتم شايفين كده، بيفضل عايم على الوش ما بيدوبش، لان الدهن اللي فيه مش هيدوب في حاجة ساقعة، الدهن اللي فيه عايز يدوب في حاجة تكون سخنة. فعشان كده دايما هو الكاكاو بيفضل ان احنا نحطه، يعني بياخد مننا مجهود علشان يدوب وهو في حاجة ساقعة. هنحط صفار البيض، وهحط السكر، وهحط الفانيليا. نقلبهم كويس. شايفين كل الحاجات اللي متكلكعه فوق دي؟ الكاكاو ده دلوقتي هيروح لما نحطه على النار. نكمل بقية اللبن ونحطه على النار. ممكن نحط الكاكاو، هو هيدوب دلوقتي مع الحرارة. الفانيليا هنخليها هنا للكيك. شايفين ازاي عامل الكاكاو فوق؟ عامل دي طبقة الدهون اللي موجودة في بودرة الكاكاو بتاعتنا. هنقلب بقى بالراحة خالص لغاية ما يبتدي يدوب معانا
الكاكاو لغايه ما يبتدي الخليط بتاع الكاسترد عندي يتخن. برضو عايزه اقول لكم على معلومه كمان، النشا طبعا معروف ان هو لازم يتعرض لدرجه حراره، يعني انا كده مثلا النشا مش شغال، النشا عايز درجه حراره علشان خاطر عاليه علشان خاطر يبتدي يشتغل ويتفاعل ويديني السمك اللي انا عايزاه. يعني ما ينفعش مثلا اجيب النشا واحطه على حاجه بارده واسيبه ويتخن الحاجه تتخن، لا هو عايز درجه حراره معينة علشان يشتغل. زي الجيلاتين ما قلنا برضو عايز درجة حرارة معينة علشان يشتغل، ما ينفعش اشغله على البارد. لو حطيت كيلو جيلاتين على السائل وما هوش متعرض للحرارة هيفضل سائل زي ما هو، لازم احطه بالطريقة الصح. ونفس الكلام بالنسبة للنشا، لازم يتعرض للحرارة عشان يشتغل. هنقلب بقى كده، خلينا على ما ده يشتغل ممكن نبتدي نحط الزبدة والسكر على النار. على هجيب الزبدة من انا حطها هنا، خلينا نشوف هنا ده لازم ايدينا ما تتشلش من عليه كتير عشان خاطر ما يكلكعش. نحط الزبدة ونحط السكر ونخفقهم. في ناس بيحطوا البيض مع السكر الأول، انا بصراحة يعني بحب دايما احط الزبدة مع السكر، بس طبعا انتوا حرين. يعني دلوقتي بس انا هستنى شوية لما ده يغلي، وعلى ما ده يغلي تقريبا هيكون هو نفس الوقت اللي هتتخفق فيه الزبدة مع السكر. خلينا نطلع دلوقتي فاصل، وبنرجع بعد الفاصل بيكون الكاسترد عندنا ابتدى يغلي وقوامه يتخن، وبتكون الزبدة اتخفقت كويس مع السكر. أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي زي ما انتم شايفين الكريمة اللي هي الزبدة والسكر عندنا لونها افتح وابتدت تعلى، وعندنا كمان هنا اهو بصوا ازاي حالا 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 ابتدى يتخن اهو الكريم باتيسير معانا. بصوا اهو شايفين قوامه خلاص، بدل ابتدى ببص له كده لما بلاقي فيه حته ابتدت تبقبق خلاص هو كده يبقى تمام. شايفين اهو ده قوامه اهو. هطفي النار وهجيب اللي اوريدي احنا عاملينه من الاول عندنا بارد وخليه على جنب شوية. دلوقتي هنحط البيض بالتدريج للخليط بتاع الزبدة والسكر. اول ما تختفي البيضة بحط الكمية البيضة اللي بعديها. لازم نتأكد ان الاطراف كلها بتتخلط مع الخليط بتاعي. ناخد بقى هنا عندنا جبنة، هناخد الجبنة اللي عندنا، والجبنة برضو لازم تكون بحرارة الغرفة علشان تتعجن مع الخليط بسرعة، لو ساقعة هتكلكع وتجري كده في الخليط بتاعي، فلازم تبقى بحرارة الغرفة. يعني لازم اطلعها من التلاجة قبل ما اشتغل فيها بساعة على الأقل.
هنا بقى عايزين نخلط الدقيق مع البيكنج باودر. وهنحطه بالتدريج للخليط. شايفين ازاي بقى عامل زي الكريمة الخليط بتاعنا. نبتدي بقى نحط الدقيق. تمام. ما حطناش الفانيليا، معلش هنحطها دلوقتي. شايفين ازاي الخليط سميك شوية؟ انا عايزاه يكون كده عشان خاطر هو اللي هيشيل الحشوة اللي انا عاملاها. مش اي كيكة بينفع، مش اي خليط كيك بينفع نعمل بيه الوصفة دي، فلازم نتأيد بالمقادير اللي احنا قايلينها. نتأكد بس انه كله تمام. تمام. طيب هناخد الصينية اللي عندنا، بس انا هحط لها شوية دقيق كمان. لازم بالذات القوالب اللي بيبقى فيها اشكال لازم نتاكد ان احنا مغطينها كويس جدا بالدقيق، لان الاشكال دي مرات، مش مرات يعني، دايما الكيك بيبقى عايز يبقى وسطها كده فبيتزنق في الاشكال دي، فلازم نتاكد ان احنا مغطينها كويس بالدقيق. طيب هناخد دلوقتي الكيكه بتاعتنا وهنحط تقريبا، لا عايزه اجيب سباتولا تانية، دي طريه. عايزه سباتولا اهي ماسكه نفسها كده، عندها شخصيه. دول كتير طريه مش هعرف اتحكم فيها. هحط تقريبا يعني نقول تلت الخليط. نص الخليط وهوزعه كويس كده على الكيكة عندي. وهجيب معلقة وهساويه كويس الأول، وبعدين عايزة أعمل تجويف. طيب الأول خلينا ناخد الكريم باتيسير اللي احنا عاملينه قبل كده، اللي هو اوريدي برد خلاص. وهخلط معاه البندق اللي عندنا اهو. هخلطهم مع بعض وكده نبقى احنا عملنا الحشوة. وعلى فكرة بتقدروا تحشوا الكيكة بأي حاجة انتوا عايزينها، أي حاجة بتفضلوها بتقدروا تحشوها بالطريقة اللي هوريها لكم دلوقتي. طيب كده بقى احنا عندنا كريم باتيسير بالبندق. ناخد بقى المعلقة اللي عندنا ونعمل تجويف. شوفوا ازاي كده، شايفين التجويف اللي بعمله؟ عشان كده بقول لكم مش اي كيكة
بينفع نعمل فيها الوصفة دي. شوفوا ازاي عملت تجويف انا في الكيكة بتاعتنا كده اهو. تمام. دلوقتي بقى هاخد المعلقة اللي عندي وهبتدي احط. احنا ممكن كمان نستعمل كيس حلواني. هنحط بقى هنا الحشوة، ده هيخليني اتحكم اكتر في المكان اللي هحط فيه الحشوة بتاعتي، عشان خاطر انا مش عايزاها تطلع على الجناب، عايزاها تفضل في النص كده. وطبعا لازم يكون الكاسترد بتاعي برد، عشان كده احنا عملنا نسخة علشان ما نضطرش نستنى اللي احنا عملناه لغاية ما يبرد. شوفوا في التجويف اللي عملته بحط الكاسترد بتاعي. خلاص كده تمام. خلاص هناخد بقى بقيه الكيك اللي عندنا، خليط الكيك، وهحطها على الوش. نحطها عادي ولا برضو هحطها بكيس حلواني؟ لان الكيك عندي سميك شويه، فعايزه اتحكم في الخليط وانا بنزله علشان خاطر ما ينزلش، بحيث ان هو ما يغطيليش، يعني انا عايزاه يغطيلي كل الحشوه. فعلشان نشتغل بطريقه احسن خليه احط بقيه الخليط في الكيس. انا الاكياس دي بحبها جدا وكتير بتساعدني في الشغل بصراحه، مش بس ابدا في التزيين، لا يعني زي ما انتم شايفين مثلا دلوقتي حطينا بالكيس، لو كنا حطينا بالمعلقه الخليط ده كان ممكن يطلع على الاطراف، ما كانش هيبقى شكله حلو لما نيجي نقطعه ابدا. هو الحلو فيه ان لما بنيجي نقطع الكيكه دي بيبقى الخليط عامل زي الحلقه في النص كده. يلا شوفوا ازاي بقى كده. انا اهم حاجة اني اسد الاطراف اللي هنا عشان ما اخليش الحشوة تطلع عليها. فادينا كده سدينا من هنا، نسد بقى من جوه كمان، وكده انا مبسوطة جدا. خلاص كده انا امنت الاطراف بتاعتي ان مش هيوصلها الخليط بتاع الحشوة. نبتدي بقى دلوقتي افرد بقى الخليط كويس كده عشان يجي على الزوايا، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. يلا طبعا الفرن متسخن من الاول، وهسيبها تقريبا، هتقعد تقريبا 45 دقيقة.
هخليها على درجة حرارة 180 وهسيبها لغاية ما تستوي. زي ما قلنا تقريبا بتاخد 45 دقيقة، وده طبعا بيختلف من فرن للتاني. دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل عشان نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفه صدور فراخ محشيه، وهنحشيها النهارده بحشوه لذيذه ويعني لطيفه، طعمها حلو هيعجبكم ان شاء الله. الوصفه دي علشان نعملها عايزين صدور فراخ حسب افراد العيله، وعايزين سبانخ، عايزين ريحان، 2 فص ثوم، 1 كوب مشروم، ملح وفلفل، رشة جوزة الطيب، 4 مكعبات جبنة كريمي، 3 معلقة كبيرة جبنة شيدر مبشور. وبتقدموها مع مكرونة أو مع بطاطس بيريه زي ما انتوا عايزين. هي الوصفة دي لطيفة جدا، مع أي حاجة هتتاكل فيها هيبقى طعمها حلو. طيب أول حاجة عندنا الفراخ، طبعا غسلتها، بقدرش أكل الفراخ مش مغسولة أبدا، بقدرش أكل فراخ فيها أي ريحة يعني، فعشان كده لازم أغسل الفراخ. وعندنا السبانخ اهي، هناخدها نقطعها سبانخ طازه طبعا. فاول حاجه عايزين نجيبها هي السكينه، وعلى ما نقطع الفراخ هنعمل ايه؟ نحط البصل على النار مع بس شويه زيت صغيرين، بس خليها تسخن شوية على ما نجهز السبانخ بتاعتنا. كمان كان ممكن حطينا طماطم مجففة، كانت هتبقى برضو طعمها لذيذ مع الأكلة، كانت هتليق عليها. ممكن انتوا تحطوا طماطم مجففة هتبقى حلوة. طيب هناخد السبانخ وهنقطعها، قطعها صغير عادي، هي اصلا لما تتحط على النار هتدبل خالص، فكفايه الكميه دي عندنا كويسه. خلينا نروح نحط البصل بقى، ونروح نبص بصه على الكيكة بتاعتنا في الفرن نشوف ايه الاخبار، وصلت لايه. يلا بينا. مش هفتح عليها طبعا لان احنا متفقين ما نفتحش على الكيك قبل ما يعدي عليه 25 دقيقة 20 دقيقة، فهي لسه ما عداش عليها الوقت ده. خلينا كمان نحط شوية سبانخ، اصلا السبانخ بالطريقه دي كتير بيبقى طعمها لذيذ، وممكن اللي بيفضل بناخده نقلبه مثلا مع شويه كريمه ونحطه على مكرونه، بيطلع طعمه حلو جدا جدا جدا. ناخد بقى المشروم ونحطه برضو على، هقطعه شوية كده صغيرة كمان، مش عايزينه يكون كبير عشان اقدر احشي بيه الفراخ بتاعتي.
هناخد بقى دلوقتي كمان السبانخ، وعندنا كمان ثوم. دايما الثوم لازم يتحط بعد البصل، لان الثوم بيتحمر بسرعه جدا، بياخد وقت اكتر من البصل، فعشان ما يبقاش ما لاقيهوش اتحمر بزياده بيدي نكهه ابدا مش حلوه في الاكل. هنحط بقى دلوقتي السبانخ، عندنا ريحان، بس الريحان مش هحطه غير بعد ما اشيل السبانخ من على النار، لان انا عايزة النكهة بتاعتها تفضل فريش كده، ما تتعرضش للحرارة، وكفاية الحرارة اللي هتتعرض لها في الفرن. شايفين ازاي ابتدت تدبل؟ يعني حجم السبانخ ده خدعة كبيرة. هخليها بس كده لغاية ما اتأكد انها ميتها نشفت، هحط لها بس شويه ملح وفلفل ورشه جوزة الطيب. ما تحطوش ملح كتير لان السبانخ على طول بيبان فيها الملح. ملح وفلفل ورشه جوزة الطيب. بس المهم ما يكونش فيه اي سوائل. انا كده الحشوة عندي اللي بتتحط على النار جهزت، هطفي عليها. هحط دلوقتي الريحان، وبعدين لازم استنى شوية لما الحشوة بتاعتي تبرد علشان اقدر اضيف لها بقية الحاجات اللي عندنا. بس احنا علشان نكسب وقت هنحطها دلوقتي، بس عايزين الاول نعمل ايه؟ نعمل الجيب اللي هنحطه، اللي هنحط فيه الحشوة بتاعتنا. فالجيب ده علشان نعمله عايزين سكينة طبعا، وعايزين الفراخ. هناخد الفراخ اللي عندنا اهي، وهنعمل ايه؟ همسك السكينة وهمسكها كده الفراخ، وهبتدي اعمل جيب. اوكي، فهدخل ايدي، هتحسسني السكينة ماشية فين. انا مش عايزاها لا تنزل تحت ولا تطلع فوق، انا عايزاها تمشي بخط مستقيم كده، وبحس بايدي فين السكينة، وبس بعمل شق كده. فانا كده عملت جيب. شوفوا الجيب ده هنا اهو، يعني لغاية هنا مش مفتوح لا من هنا ولا من هنا. تمام، الجيب ده هو هيبقى في الحشوة بتاعتي. ممتاز، تقدروا تحشوا اللي انتوا عايزينه في الجيب ده. لو انتوا مش عايزين تحشوا الحشوة اللي احنا عاملينها النهاردة، بتقدروا تحطوا اي حاجة. انا قبل كده عملت نفس الطريقة وحشيت بيها الكوردون بلو، حشيت الفراخ بالجبنة وبالحشوة بتاعت الكوردون بلو، فبرضو هي فكرة حلوة تقدروا تحشوا بيها صدور الفراخ بتاعتكم. طيب دلوقتي انا بس خليني اغير هحط دلوقتي الجبنتين اللي عندي واللي هما فاضلين من الحشوة. عندي الجبنة المكعبات وعندي الجبنة الشيدر، ودايما زي ما بنقول لسانك ميزانك، دوقي واظبطي الأكلة بتاعتك من الملح والفلفل
علشان تطلع اكلتك مظبوطه. ممتازه. هحط الجبنه المكعبات والجبنه الشيدر وهخلطهم مع بعض كويس. وهبتدي احشي بيها صدور الفراخ بتاعتي. لازم اتاكد انها اختلطت كلها كويس. تمام كده. هناخد بقى صدر الفراخ اللي عندنا وهي الفتحه اللي احنا عاملينها، كويسه. في مجال اكبرها شويه. حلو قوي كده، كاني بحشي محشي. هاخد الحشوه واحطها جوه بالشكل ده، ندخلها بالراحه خالص. حشوه لذيذه وطعمها حلو وتجديد عن اللي احنا متعودين نعمله. حشوها كويس، مفيش فيها حاجة يعني، ما هيش حشوة رز بخاف انها تكبر مثلا او يتغير حجمها. هي الحشوة زي ما بنحطها زي ما هتفضل في الفراخ. خلاص كده ممتاز. شايفين هرش عليها بقى شوية ملح وفلفل، وهحطها في صينية مدهونة بالزيت وادخلها الفرن على درجة حرارة 200، وهقعدها تقريبا يعني 25 دقيقة. تمام. فدلوقتي تاني هنقول هندهنها، هحط لها شوية ملح وفلفل، وهحطها في صينية مدهونة بشوية زيت في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة. دلوقتي هنطلع فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم وصفتنا اللي ابتديناها النهارده. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي انا هكمل احط بطاطس بيوريه عادية خالص، حطيت لها شوية لبن صغيرين جدا، وحطيت لها شوية ملح وشوية زبدة، وعملت منهم وردات كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هياخد الفراخ اللي عندنا اللي طلعت خلاص من الفرن واتحمرت وكله تمام، احطها بقى دلوقتي. هنا خلاص كفاية دول. وممكن ناخد كمان هنا من البطاطس كده نحط في الحتت الفاضية. البطاطس دي غير ان بيبقى بتدي طعم بتدي شكل حلو، وكمان بيبقى طعمها حلو ولايقة على الأكلة بتاعتنا. خلاص كده تمام. وممكن ناخد شوية روزماري كده نحطهم على الوش، وكده نبقى خلصنا طبق الفراخ. دلوقتي نشوف كمان عملنا ايه مع الكيكة بتاعتنا.
ده أول طبق. نجيب بقى سكينة ونشوف الكيكة، بس هي لسه سخنة فأنا مش عارفة هيحصل فيها ايه. سخنة بس يلا خلينا. شايفين ده بيبقى شكل الكيكة، بس هي طبعا سخنة شوية، لما بتبرد الكاستر بيمسك، بس حتى وهو سخن كده بيبقى طري وحلو وطعمه لذيذ. دي كانت وصفتنا للنهاردة معاكم، اللي بتمنى انها تكون عجبتكم. عملنا مع بعض الكيكة المحشية بالكاسترد، كاسترد الشوكولاتة، وزي ما قلنا بتقدروا تعملوها بالحشوة اللي تعجبكم، يعني ممكن تحطوا فواكه، ممكن تحطوا خلطة التفاح بتاعت الأبل باي، بتقدروا تحطوا بلو بيري، بتقدروا تحطوا كرز، بتقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه. النوع الكيكة دي بيشيل يعني ما بياخدش الحشوة وينزل تحت، زي ما انتوا شايفين الحشوة مكان ما حطيناها مكان ما لقيناها. وده غير ان الكيكه نفسها طعمها حلو وغني بسبب الجبنه اللي احنا حاطينها. وعندنا كمان هناك عملنا الفراخ المحشيه بالسبانخ وقدمناها كده مع بطاطس بيريه، عملناها على شكل وردات، وشفنا ازاي ممكن نحشي الفراخ من غير ما نضطر ان احنا نفتحها ونعملها رول ونقفلها بخله السنان. فالطريقه دي بصراحه انا بحبها جدا، وجربوها هتلاقوها مريحه واريح كتير من موضوع اللف. بتمنى تكون وصفتنا للنهارده عجبتكم، وبشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده، وصفات جديده وافكار جديده ان شاء الله. باي باي.